ايه يا نون؟ في ايه؟ غيرتي المكان ليه؟ مش قلتلي جنب ال لا امن بكتير وبس بقى بطل رغي. وحشتني وحشتني يخرب بيتك. يا لهوي بموت 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 في طولة لسانك. لساني بس؟ طب وعينيا وشفايفي اللي كتبتلي فيهم رسالة شعر قد كده امبارح؟ لا بس ايه رايك؟ عجبتك ها؟ حبلتني دوختني قعدت اقرا فيها طول الليل. اللي قولي يا مضروب انت، انت بتجيب منين الكلام الولع ده؟ انت مخرج ولا مؤلف ولا ايه نظامك؟ مخرج دي هناك عند الناس المايعة اللي ملهاش لا طعم ولا لون ولا ريحة. انما معاك انت بقى يا نونو عجينة كده في ايديك، خاتم في صوابعك دي، شبشب في رجليك. ينيلك شكلك متعقد من كتر الدلع وكان نفسك في علقة حريمي كده من صغرك. قوي 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 يا نونو، نفسي في علقة من ايديك الحلوة دي يا ست الناس. غالي وطلب رخيص يا قمر انت. بس بقولك ايه، تأخرتي عليا كده ليه؟ ده انا قعدت ارغي مع عم غزال ده لحد ما فقدت الامل اساسا. على بال ما طفشت البغل اللي عندي فضلت عكنن في امه واخترع له في اي عكنن لحد ما خد في وشه وغار. هو ده يا نونو؟ ايوه يا ولا. ايوه يا نونو. بس بقى يا مجنون يخرب بيتك هتوديني في داهيه. انت بتقولي فيها؟ انا خلاص اتجننت. اتجننت بجمالك وحلاوتك البلدي اللي تهوز دي. يا سلام، يعني انت عايز تفهمني ان الموزز بتوع سيما اللي بتقعد معاهم دول مش عاجبينك وانا بقى ال موزز مين وسيمه مين يا ماما؟ ده كله بلاستيك، ده نصهم مكياج والنص التاني بيبات في عيادات التجميل. دول بيصرفوا دم قلبهم عشان يبقوا في ربع جمالك وحلاوتي. طب انت عارفه لو سبتي لي نفسك بس يا نونو لحمل منك اشهر نجمه في مصر. نجمه؟ اه والنبي صحيح. يعني انت قصدك يعني امثل وكده؟ اه وماله؟ يا لهوي يا محروس. وماله است الكل؟ وماله لما تمثلي وتغني وترقصي كمان؟ بس الكلام ده بيبقى في النور وعلى عينك يا تاجر ها؟ مش في الضلمه والخرابات، مش كده ولا ايه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود. والنبي يا محروس افهمني، انا اصلا كنت يا ست الكل مش وقت. اجل الفجر قرب والرجل هتسرع في الحته، غطي وشك وبينا نتوكل على الله. حاضر حاضر يا اخويا. انت محروس صح؟ محروس ابو خطوه. طب والله عم غزال كان معاه حق لما قال عنك انك راجل مجدع واصيل وابن بلد. بقول لك يا استاذ. اه عم غزال ده راجل طيب وحنين ومن اجدع الناس. مش كده؟ اه طبعا ما يستاهلش الغدر يا استاذ. والله ما يستاهل الغدر. ايوه صح مش كده ولا ايه؟ صح؟ صح طبعا صح صح ولا ايه؟ يلا يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. هذا افراد السلام عليكم استكل. محروس انا عرفت اللي حصل من حماصه وبهدلته والمصحف الشريف بهدلته اخر بهدله، وقلت له ازاي تعمل كده في الراجل الطيب ده عمره ما اذى مخلوق في الحاره. صدقهمش يا استاذ سلام. هما مين دول؟ صدقهمش. اسمعي مني انا زي اخوك. صدقيش الرجاله المزاجنجيه بتوع الجمال الرباني بقى والدلال السلطاني كلام 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 تمهم قاطعين الواحدة من دول ويزنوا ويوسوسوا لحد ما يوقعوها في الغلط. وبعد كده بعد كده ايه؟ بعد كده ايه؟ يداسوها برجليه. محروس انا والله العظيم وكتاب الله انا عارف ان انت يعني معدنك صالح وبذرتك طيبه، بس هم الابلسه بقى اللي حوالينا شكلهم حلو كلامهم احلى ما تصدقهمش. يعني ما تصدقش خصوصي بقى بتوع السيب لا واللي بيمثلوا يعني هتعرف ازاي يعني انت فاهم اللي في دماغه لما يمثل عليك هتعرف منين؟ وانت ايش عرفك بتوع السيما يا محروس؟ والله زمان اشتغلت لي شويه كده في اسكندريه في الصيف في مسرح في البوفيه يعني بتاعه.
وكان فيه ترى واد عامل زي الباب كده ممثلات حليوه ومستحلي نفسه وشعره لغايه هنا كده. كل يوم بقى كل يوم الاقي ماسك يعني حمل لنا بنت من الغلابه اللي بتمثل الكلمتين دول او ما بتتكلمش خالص وبنت من مثلا اللي بيرقصوا ورا دول وعمال اسطوانات كده واخدها في حته. تاني يوم الاقيها بتعيط وواحده صاحبتها بتوصيها واللي بعده الاقي اللي كانت بتوصيها دي هي اللي بتعيط وواحده ثالثه بتوصيها. الله وربنا اداله نصيبه ما عندناش نشوفه وهو باين النسوان كده يعني لبوظه كانت دماغه او بينها كانته كله. بس انا كلنا بنغلط بلد الخطاء احلى حاجه في الدنيا بيغلط ويفتكر. يا سلام عليكم. عليكم السلام. استغفر الله العظيم يا رب. للدرجه دي الناس تعبانه ومش لاقيين يعيشوا. واكتر من كده يا فندم والله. ده اللي بحكيه لحضرتك ما يجيش ربع من الناس شايفاه من مرض وبهدله وفقر ومحدش حاسس بيهم اصلا. وطبعا الديون والكمبيالات والاقساطات ما وصلهم. ودي حاجات اصلا كفيله بانها تسجن اي حد من جلسه واحده. وكتير منهم جدا ما معهمش حتى اتعاب المحاماه ولا مصاريف المحكمه. لا حول ولا قوه الا بالله. ادي الحكومه يا ستي. الحكومه اللي بتغني على الفقراء طول اليوم وبتستخدمهم عشان تضحك علينا في الجرايد والمجلات والتلفزيون. استغفر الله العظيم. يا فندم انا بجد ما كنتش متخيله انك شايل هموم الناس للدرجه دي. اكيد اكيد خدتي عني انطباع غلط زي ما كل الناس ما بتعمل. وده طبعا بسبب اسمي واسم العيله ووضعنا الاجتماعي. بس بكرة تطلعي على الشغل بتاع الشركة وتفهمي احنا بنشتغل ازاي. انا بجد دلوقتي نفسي اشتغل معاك اكتر من الاول مليون مرة ومستعدة كمان ابتدي دلوقتي حالا. ان شاء الله يا شيرين. بس في الاول عاوز اديلك فترة كده تتأقلمي بيها مع المكان وتتعودي على الناس وفي نفس الوقت يعني تتمرني. وتعالي نقول اننا هنبتدي ب 5000 جنيه. كام؟ 5000 جنيه. وده مبدئيا هيزيدوا طبعا اول ما تمسكي اول قضيه ليكي. رجاء خدشي لي بعد اذنك. يا فندم انا ما كنتش احلم بربع المبلغ ده اصلا. لا ما احنا اتفقنا خلاص. انت تحلمي براحتك عشان ما حدش هيصحيكي. رجاء بعد اذنك خدي الاستاذه الشؤون القانونيه خليها تقدم ورقها وتمضي العقد وتستلم شغلها في اقربات. تحت امرك يا فندم. انا بجد متشكره جدا. انا مش عارفه اشكرك ازاي وباي كلام. بجد متشكره. ما غير كلام. الكلام ده شغلنا احنا. انت تشكريني بالشغل. الشغل بس. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. اتفضلي. ميرسي يا